يستمر شبح حرب العراق وأفغانستان بملاحقة الأمريكيين والإسرائيليين بعد قضاء 3 أشهر منذ بدء العدوان على غزة. صحيفة ذا هيل الأمريكية كشفت أنه بعد أيام من انطلاق معركة طوفان الأقصى، جاء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب حاملا تحذيرا مفاده لا تكرر أخطاء أمريكا، في إشارة إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وفي السياق ذاته أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه من هزيمة وصفها بالاستراتيجية لحليفتهم في المنطقة إسرائيل. الصحيفة أشارت إلى أن قوات الاحتلال لم تأخذ بنصائح الساسة الأمريكيين وتحذيراتهم من هزيمة مشابهة لهزيمة أمريكا في العراق وأفغانستان، فقادة الاحتلال الصهيوني أشاروا إلى أنهم يتبعون تكتيك قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية حين قصفت المدن الألمانية واليابانية بشكل عشوائي بهدف تحقيق النصر، وهو ما يعتبر إقراراً هنا بأن المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين ممنهجة وعن سابق إصرار بحسب منظمات حقوقية ودولية. تتشبث قوات الاحتلال بمقارنتها لحربها على غزة بالحرب العالمية الثانية وتشكيل حلف دولي ضد النازية لتبرير استمرارها بحربها الحالية بحسب الصحيفة الأمريكية، التي أشارت أيضا إلى أن مقارنة الساسة الغربيين لما يجري في غزة بالعراق يعني أنهم يحاولون الضغط على قوات الاحتلال لإنهاء حربها التي دخلت شهرها الرابع. حرب لم تحقق أي من أهدافها بحسب ما أقرت به صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، رغم تكلفتها التي تجاوزت 60 مليار دولار حتى هذه اللحظة، وهي تكلفة تعتبر الأعلى على الإطلاق وتستمر بالارتفاع في كل ثانية تستمر فيها حرب فضحت الاحتلال وفاقمت عزلة أمريكا عالمياً.